قال المؤلف رحمه الله: كتاب القرآن ومباحث الأقوال التي هي الأمر والنهي والعام إلى غير ذلك مما سيأتي. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقلة، وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر، وليس منهما بلا حاد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا: صحة الإسناد ووجه عربي، ووفق خط الأم شرط ما أبي، مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، والنقل بالمنضم قد يفيد، للقطع والعكس له بعيد.